أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة على يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير
وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وأصحاب مخضود وطلق منضود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا
فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنشأتم شجرة
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما
صدق الله العظيم.